أهلا وسهلا بكم في قناتنا، قناة نجوم إكسترا لأخبار الفن والفنانين. عابد فهد، معلومات وحقائق لا تعرفونها عنه. وممثل سوري لمع نجمه في عالم الدراما السورية واللبنانية المشتركة، حيث خطف قلوب المشاهدين بأدواره وأسلوبه المميز والخاص. جمعته الدراما بأبرز الممثلات اللبنانيات مثل نادين الراسي ونادين نجام وسيرين عبد النور، حيث لعب دور الزوج والحبيب والعشيق والمريض النفسي. الاسم عند الولادة عابد جورج فهد. تاريخ ميلاده 21 فبراير عام 1964 ميلادي، وعمره 55 عاما في عام 2019 ميلادي. جنسيته سوري. أما عن ديانته فهو يعتنق الديانة المسيحية. زوجته هي زينة ياسجي. أبنائه ليونا وتيم. أما والده فهو جورج فهد. والممثل السوري عابد فهد الذي ولد في حي الشيخ ظاهر في مدينة اللاذقية في سوريا، ونشأ وترعرع في هذا الحي ضمن أسرة فقيرة لكنها فنية بامتياز. أما والده فهو الفنان السوري جورج فهد صاحب الأغاني الطربية الساحلية، وهو الذي لم يزرع بأبنائه الطائفية والتميز بين الديانات. عابد فهد بأنه لم يعلم أنه مسيحي الديانة حتى عمر العشر سنوات، مشيرا إلى أنه ذهب إلى والدته بعمر العشر سنوات وسألها هل أنا مسيحي؟ وتلمس عابد فهد موهبته في التمثيل منذ نعومة أظافره، حيث أكد أنه منذ الصغر يعشق التمثيل واشترى ملابس قلد فيها شخصية لحام غوار التوشي. حبه الكبير للتمثيل سرقه من التعليم الأكاديمي، حيث توقف عن الدراسة عندما وصل إلى البكالوريا وبحث عن شخصيته في عالم التمثيل بعدما عانى من مرض الربو. بداية عابد فهد لم تكن من خلال التمثيل بل من خلال الإذاعة، فهو كان يرافق والده إلى إذاعة سوريا الرسمية حيث كان يغني والده هناك وتعلق فيها. بدراسة الهندسة الصوتية لأربع سنوات مع المخرج هشام شربتجي بدورات متخصصة في مبنى الإذاعة، ومن ثم عمل مع شربتجي كمساعد مخرج في عام 1982 ميلادي. في حياته العاطفية وقبل الزواج عاش عابد فهد قصة حب مع فتاة، لكنهما انفصلا بعدما اكتشف خيانتها له، وفي عام 1999 ميلادي تعرف على زوجته الإعلامية زينة الياسجي. تعرف عليها عن طريق شقيقه حيث اتصل به، وكان يقطن فهد في دمشق ويخطو خطوات نجومية، وطلب منه أن يساعد الياسجي في تقديم أوراقها من أجل الالتحاق بالتلفزيون والعمل كمذيعة، فتواصل معها وظن أنها ستعرف عليه أنه الممثل عابد فهد،
لكن اليازجي لم تبدي أي اهتمام ولم تعلم أنه يعمل كممثل، وبدأ يحقق النجومية مما أثار غضب فهد. ومن ثم التقى فهد بالياسجي لمساعدتها وأعجب بها من النظرة الأولى، وقال بنفسه: انتهى الموضوع، هذه هي شريكتي، وبالعامية أعطي وما حد سمع عليك. وقبل سنوات انتشرت العديد من الأخبار عن تخلي الممثل السوري عابد فهد عن جنسيته السورية بعد استعادته لجنسيته اللبنانية التي كان يحملها أجداده ووالده. فقد فقدوها في الحرب العالمية الأولى بعد تسوية القيود الشخصية، ولكن فهد نفى تلك الأخبار وأكد أنه لن يتخلى عن جنسيته السورية، كما أنه لن يتخلى عن المطالبة بالجنسية اللبنانية. أما في عام 1986 خاض عبد فهد أول أدواره في مسلسل مرايا مع الممثل ياسر العظمة. كان فهد مساعدا للمخرج وأطل ببعض المشاهد، ومن ثم شارك في مرايا عام 1988 ميلادي. فهد أولى خطوات انطلاقته الحقيقية من خلال مشاركته في مسلسل حمام الجيشاني الذي حصد على شهرة سورية عربية في حينها، ومسلسل بنت الضرة. بعد الشهرة التي حققها من خلال الأعمال السورية التي قدمها في مسيرته، دخل عابد فهد في مشوار اللبنانية السورية المشتركة التي ازدهرت وحققت نسب مشاهدة عالية. شارك في العديد من الأعمال التي حقق النجاحات الكبيرة، منها سنعود بعد قليل، ومسلسل لعبة الموت، ولو، و24 قراط، وطريق الذي عرض في شهر رمضان عام 2018 ميلادي. تفاصيل ومعلومات صغيرة لا تعرفونها عن الممثل عابد. لا تعرفون أن طبقه المفضل هي الملوخية بالدجاج مع الأرز. يعترف أن صوته ليس جميلا كصوت والده الفنان جورج فهد. لم يجمع ثروة مالية رغم أنه شارك بالعديد من الأعمال، ويصف نفسه بالفاشل بجمع الأموال. عابد فهد يعد عضو في نقابة الفنانين السوريين. قدم 4 أفلام سينمائية هي صعود المطر ومملكة النمل ومريم في يوم من الأيام. حصد عابد فهد في مسيرته العديد من الجوائز والتكريمات، منها ذهبية مهرجان القاهرة، وأيضا أفضل ممثل عن شخصية الحجاج بن يوسف الثقفي، وذهبية مهرجان قرطاج. أيضا جائزة موركس دور كأفضل ممثل عربي لعام 2009، وأفضل ممثل عربي في عام 2013 عن مسلسل لعبة الموت، وأيضا أفضل ممثل عن شخصية الحجاج بن يوسف في عام 2003 ميلادي.